اجتمع الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مع السيدة باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بحضور معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ومعالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. وفي بداية اللقاء رحبت مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بزيارة معالي وزير الداخلية والتي تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدة على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرة إلى أهمية الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس الأمريكي ولقائه مع قادة دول المنطقة والتي تأتي في إطار جهود حفظ الأمن والسلم الدوليين. وخلال اللقاء أكد معالي وزير الداخلية أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الحضاري القائم على التعايش وتعزيز ثقافة السلام انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدا بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وجهودهما المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين. وأشاد معالي الوزير بجهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ومن بينها مملكة البحرين من خلال تمويل ودعم الخلايا الإرهابية وإمدادها بالأسلحة والمتفجرات وإيواء العناصر الإرهابية وتدريبها في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بجانب توفير غطاء إعلامي لهذه الجرائم الإرهابية. وثمن معالي مستوى التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومواجهة التحديات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار الإقليمي.